عندنا في الكنيسة من الكنوز بتاعة الكنيسة هي الألحان القبطية، والألحان القبطية ديت احنا استلمناها من أجدادنا وأجداد أجدادنا من القرون الأولى، كانوا بيصلوا بيها وما زالت موجودة. فعندنا الكنيسة في كل المناسبات بتاعة الكنيسة في ألحان خاصة بيها، وهي بتشرح المعنى أو الحدث اللي احنا بنصلي من أجله وبنعيشه جوه الكنيسة. عندنا طبعا البير دوت، بير الملكة هيلانا اللي أخدت منه مياه وبنت كنيسة القيامة سنة تقريبا 325 ميلادية. البير ده زي لو سمعنا الصوت في إيكو، يعني في صدى صوت، في كتير بيجوا يسجلوا فيه لأنه الصوت بتاعه اللي بيسجل كأنه راح استديو، ويمكن أفضل كمان لما بيجي مجموعة كده يقولوا بصوت واحد بيبقى صوت جميل جدا، يعني أكنهم راحوا يسجلوا في استديو. Please start also taking care of it.